السلام عليكم. لو انت بتبرمج بالدينامو وعايز تبيعه بشكل حلو، فده برنامج بيديك زي تابس فوق، تمام، ويبقى فيها 12 سكريبت بالشكل دوت. تمام، بحيث ان انت هتضيف 12 خانة وتحط كل واحد فيهم ايقونة معينة بحيث الناس تقدر انها تشغل السكريبت بتاعك، تمام، اوتوماتيك من غير ما يشغل الداينامو بلاير او ان هو يفتح الداينامو. هيبقى عنده قايمة اضافت كأنك مبرمجها في السي شارب. دي ناس كتيرة من البرمجين كانوا دوروا عليها وسألوا عليها، فالحمد لله بقت موجودة. ان انت تحول الداينامو بتاعك لشكل سهل جدا ان هم يقدروا يشتغلوا. طبعا مش 12 بس، ده 12 بس ايه كده، انما تقدر تضيف تحتيهم اكتر من حاجة.